تسجدنا باصطفى صلى الله عليه وسلم فإن وصل أسواف يحيى بدائه يصب علينا العيش دون لكائه إذا دين لم يكمل فلا كانت الدنيا لمن كان في الدنيا وفي الدين سيدا لمن كان بالروح النبي مهيدا لمن قص بالإسراء بالجسم باسم رفا جعلا وراء خدرا وعوده مودا أكرم فئلا وعصبه قولا صفات الرسول كل مكرمة هوى وفاء بلا غدر وغوث بلا دواء أداء بلا منع وقرب بلا نوى سفاء بلا شوخ ونكت بلا هوى وحكم بلا جور وفضل بلا نبي على كل الأنام مقدم وفيه كرام وهو أسمى وأكرم والشمس نورا والنبي نعجم على الليلة الإسراء